وللمزيد من التحليل حول نتائج انتخابات رؤساء الجهات والقرار المفاجئ لحزب الاستقلال ينضم إلينا مباشرة من الرباط المحلل السياسي عبد الرحيم منار سليمي. أستاذ عبد الرحيم أهلا بك. أهلا وسهلا. سيدي أولا أي قراءة يمكن أن نقوم بها للنتائج الواردة بخصوص انتخاب رؤساء الجهات؟ النتائج الواردة بخصوص انتخاب رؤساء الجهات تبين بأن التحالفات التي جرت في الميدان بين كل المنتخبين الفائزين أسقطت ما سمي بالخطوط الحمراء التي رسمتها الأغلبية والمعارضة. الكل يتذكر بأنه خرجت هناك بيانات من المعارضة تقول بأن هناك خطوط حمراء للتحالف مع الأغلبية، ونفس الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية لما أعلن أن هناك خطوط حمراء للتحالف مثلا مع حزب الأصالة والمعاصرة. يبدو بأن التحالفات في الميدان تغيرت وأسقطت هذه الخطوط الحمراء وأعطتنا هذه النتائج التي تبدو بأنها نتاج لتحالفات في الميدان بعيدة عن ما رسمته المكاتب السياسية للأحزاب الكبرى التي فازت في انتخابات الرابع من شتنبر. وهذه المسألة عادية لأنه ما يجري في الميدان تحكمه المصالح بغض النظر عن التقارب الإيديولوجي أو التنافر التنظيمي. إذن يبدو بأن القوة المحلي الترابي أتحدث عن المرشحين الفائزين تغلبت عن التوجهات التي رسمتها العديد من المكاتب السياسية سواء في العدالة والتنمية أو في الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال أو غيره. طب أستاذ عبد الرحيم ما هي قراءتك لقرار الأمين العام لحزب الاستقلال نقل حزبه من المعارضة إلى المساندة النقدية لحكومة عبد الإله بن كيران؟ أعتقد بأنه لم تكن هناك خيارات كثيرة أمام حزب الاستقلال غير هذا الخيار بالقيام بالمساندة النقدية لحزب العدالة والتنمية. أولا لوجود تقارب إيديولوجي، الحزبان معا متقاربان وإن كان هناك صراع على مستوى شخصي على مستوى الزعامة. أكثر من ذلك أن حزب الاستقلال كما قلت أمامه خيار واحد وهو أن يساند حزب العدالة والتنمية مساندة نقدية في هذه المرحلة لمحاولة احتواء أولا مشاكله التنظيمية، لأن هناك تيارات تطالب باستقالة الأمين العام، وأيضا الأمين العام ليس أمامه خيارات كثيرة. أكثر من ذلك هذا نوع من الاحتياط في حالة ما إذا كانت هناك مفاجأة نتيجة الصراع الذي يجري اليوم بين حزب التجمع الوطني الأحرار والعدالة والتنمية داخل التحالف الحكومي، فيبدو بأنه هذا يعتبر أيضا احتياط. وإن كانت فرضية مثلا تفكك الأغلبية الحكومية هي فرضية ضعيفة ولكن هذا احتياط. إذا خيار يخدم شخص الأمين العام يخدم حزب العدالة ويخدم حزب الاستقلال بالدرجة الأولى، كما أنه ينهي بعض المشاكل التي عانى منها حزب العدالة والتنمية منذ خروج الشباط من التحالف الحكومي. إذا هذا خيار متوجه استراتيجي متوجه إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2016. المحلل السياسي عبد الرحيم منار سليمي كنتم معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.